لما تشوفها خدمة معاك مع الشمال هتعمل ايه؟ قلت لك هشوفها بريتها. ايوه انا كنت شغال مع الدكتور وانا عارف انا بنعمل ايه. طب ما انت شغل ولا كاش؟ قومني قومني من هنا. قوم يا عم قوم يا عم. وليدك ويتضحك ويتضحك وشحن يعني تبيني بنفسي. قال ايه؟ انك تدفع درجة حاجة وخلاص بيني. نعم شغله شغل منين؟ انت عبود الشركة حاجة الموت. ايه حتى كده استغلين في المخدرات ولا استغلين في الحربية ولا ايه؟ طب خلص يا عم وليدك انت حكيت. انت عملت ايه يا عيني الدنيا؟ عايز اتفرج عليك. ده ابو محمد الجوده ان ده حياه اخوي. حاضر يا اخوي. عايز اتفرج عايز اتجوز ومعاك الدعاء. خلاص يا عم. الراجل ده عند ابوه. وانا في حياه خليتها وهميه. خلاص يا عم. I'm
قانوني. قال لي ايه انت مصدق؟ على حد ما اطلع فيها في الالوان، واي ما اطلع عليك بنت الحاج تقول انا هطلقها. يا نهار اسود، انت تقول انت السلام عليكم.